السلام عليكم، وياكم سير حسين على مابل، واليوم رجعنا لكم في كل شيء عن الايباد برو الجديد. قبل فترة تم الاعلان عن الايباد برو من شركة ابل الجيل الرابع، فهل يسوى؟ والله لا، خلوكم مع المقطع. فخلنا نبدأها في الكاميرات. تحتوي على 3 كاميرات مثل كاميرات الايفون 11 برو ماكس، الالترا والالترا وايد، والكاميرا الثالثة مختلفة قليلا. ومثل ما تشوفون شباب، في نفس المؤتمر تم الاعلان عن الابل ماجيك كيبورد، اللي من خلاله نقدر نكتب. مثل ما تشوفون الكيبورد فيه اضواء وفي تاتش باد، راح يدعم منفذ الشحن تايب سي والفيس اي دي والTE حق السيم كارد، وراح تصل مساحته لواحد تيرا بايت. خلنا ندش في العتاد الداخلي يا شباب. بداية الايباد يجي منه نوعين، نوع 11 انش ونوع 12.9 انش، والشاشة راح تكون ليكويد ريتنا ديسبلاي، طبعا مثل الجيل السابق. يعني تقدر انك تغير شاشة، مثلا لو عندك الايباد القديم مكسورة، الايباد الجديد شاشته تركب على نفس الايباد القديم، يعني ما راح تلاحظ فيها اي مشاكل لان نفس الشاشة بالضبط. وكل النوعين راح تجيب عدة مساحة تخزين، 128 جي بي، 256 جي بي، 512 جي بي، 1 تيرا بايت. على حسب كلام شركة أبل، البطارية تدوم 10 ساعات، ولكن هذا الشيء راجع لاستخدامك وكثرة استخدامك للآيباد. بالنسبة للمعالج اللي في الآيباد، معالج A12Z بايونيك، مو مثل المعالج اللي كنا متوقعين A13X بايونيك، فما راح نلاحظ فرق كبير في الاستخدام. وبالنسبة للماجيك كيبورد، هل لازم ان اشتري الآيباد الجديد عشان يدعم الماجيك كيبورد؟ لا، راح ينزل تحديث بعد ايام قليلة، واذا جاء الماجيك كيبورد او نزل السوق راح ينزل تاريخ شهر 5 او مايو، يعني بعد 2 شهر من الان تقريبا، وراح يدعم الايباد برو الجيل السابق، وراح يصير كأنه ايباد برو جديد. بس صراحة قيمته غالية، $350 اذا كان عندك 12.9 انش، شيء مبالغ فيه صراحة. يعني الايفون 9 ازيد على مجرد $50 واخذ ايفون 9 احسن من ما اخذ كيبورد قيمته $350. طبعا ما اعرف يعني ليش السعر الغالي جدا. انا عن نفسي بالنسبة للايباد اللي عندي الان، اخذت له كيبورد تجاري من خارج البحرين، وكان الكيبورد يشتغل باحسن ما يكون، بدون تعليق بدون شيء. اذا تبوني اسوي شرح على هذا الكيبورد وشنو هذا الكيبورد، اكتبوا لي تحت في التعليقات وتبشرون من عيوني. وبالنسبة لي يا شباب، الايباد هذا ما توقعت انه 1% انه يصير بهذه الطريقة. الايباد كلش ما عجبني، ولا اشوف انه في داعي اني اطور او اني احول على الايباد من الجيل الثالث الى الجيل الرابع، لان الفرق فقط في الكاميرات، خلنا نقول ما في فرق ثاني يعني. فيا شباب، اذا انت حاب تشتري ايباد ما انصحك تشتريه، خذ الجيل الثالث، واذا عندك امكانية اشتري الكيبورد او الماجيك كيبورد اللي يركب على الايباد الجديد، واعتقد انه راح يشتغل على الايباد 2018 100% راح يشتغل. وبالنسبة للقلم اللي يدعمه، هو نفس القلم اللي تدعمه الايباد برو الجيل السابق، اللي هو السكند جينيريشن او الجيل الثاني من الابل بنسل. فشباب، هذا كان ابسط مراجعة. لا تنسون لايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر، وبس يا شباب، مع السلامة.